تعمل فوزية وفريقها في جمعية ميلاد جديد على تجهيز الملابس الجديدة للعيد لمساعدة مئات العائلات غير القادرة على توفير متطلبات العيد بسبب أوضاعها الاقتصادية. الأعداد زادت، الطلب زاد، يعني ربما لظروف ما نعرفش، يعني غلاء المعيشة، في ناس تقول لك أنا معاشات، في ناس تقول لك كل واحد وظرفه. في أغلبية الناس اللي يجونا تقول لك زوجي عاجز ما يشتغلش، كان أعمال حرة، في اللي تقول لك عليا ديون، في اللي تقول لك مثلا أنا مصاريفنا كلها، لاحظت نسبة الأورام بشكل غير عادي بالنسبة للعائلات، يعني تقول لك أنا عندي صغار مرضى أو عندي أورام أو غسيل كلى، وأني مصاريفي ما تسمحش أني نين يعني نصرف حتى على روحي، إحنا عجزنا حتى في مصروفنا الثاني لأن كله ماشي علاج. تقدم الجمعية الملابس للأطفال والكبار على حد سواء بجهود المتطوعات والمتطوعين فيها وبدعم من المتبرعين الذين يشارك بعضهم في تقديم الهدايا للأسر المحتاجة بأنفسهم. والله والحمد لله أنا مجتمع من 2012 مستمرة مع جمعية ميلاد جديد. هو طبعا شعور تحسي بالراحة وتحس أنك تقدم في حاجة للغير، تريح في ناس تاني، حتى الحاجات اللي كنت تشعر بها أنت لما تقدمها لغيرك مستحقة أنك تحس أنك نفسك كأنك أنت، الشعور هذا أنك تحصلت عليه أنت مش هو. ومنذ عامين فعلت الحكومة الليبية قانونا يقضي بإصدار منح شهرية لإعانة الأسر الليبية المحتاجة، منها منحة الزوجة والأبناء للتخفيف من وطأة الغلاء. جهود أهلية كبيرة لدعم الأسر المحتاجة مع قدوم العيد، وعباء أكبر على المشاركين في تلك الجهود فرضتها الأوضاع الاقتصادية والغلاء الذي زاد من أعداد المحتاجين. رافض بالخير، الحرة، طرابلس.